خير ان شاء الله. ليه طيب؟ ترى عربانة فيها تاير، المشكلة متعلمة والله كذا غلط. يا رب انا ازرع حشيش هنا ولا ايش؟ عينكم على الاخراج يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنشت او المنفيين. والله اني خاق بهذه المدينة اللي بنيناها في الحلقة الماضية، مدينة التغذية او جزيرة التغذية. هي عبارة عن جزر مثل ما شفتوا المكان اللي بدينا فيه، فهذه الجزيرة كلها مفروض انها تكون عن التغذية، ومطلع على الجزيرة هذه الكبيرة اللي باذن الله راح نستغلها. صراحة تخطيط هذا راح يتعبني، وعندنا المدينة هذه اللي ابتدينا فيها في هذا المكان. ايش رايكم اخلي لكم الماب الصغير هذا تعرفون انا وين؟ احس كذا المشاهد يكون افضل له يعرف وين انا، مدري بس ان شاء الله انه يكون واضح. فعشان ننظم هذا المكان لابد ان ننقل الشغلات الى هنا، وانا ابتديت فيها طبعا. هذه المزرعة تقريبا فضيناها بس مدري ليش مطفيتها. هنا الاحصنة ما شاء الله تبارك الله، والله تقول القطط وصل عددهم 7 من 13. وكالعادة اعذرونا على الصوت. اوه صح، هذا الحلقة برعاية فلافل مشكل. خلاص خلصنا ادوية، بديت اسطح في النعمة. عاد الله يستر من بعد الفلافل تعرفون الواحد يسطل. لا وراي تخطيط مدينة ومصانع الايرون. اول شيء راح ابتدي احل مشكلته، يعني كلهم بالالاف، انت ليه كذا ناقص؟ حتى التولز بيوصل الالف تقريبا، الليمت انا حاطها الف. خلنا نشيك على الليمتات اللي انا حاطها. كل شيء 5000 5000 5000. الهيلث اللي هو عبارة عن الهيربز وشغلات اللي يتداوم فيها 141. وان شاء الله ان مدينا فيروسات نفس الحلقة الماضية وانفلونزا الطيور وسواليف هذه. طبعا احنا نحارب هذا الشيء بعزل الحيوانات عن البيوت، فالغلطة اللي كانت في هذا المكان البيوت هنا والخيول جنبهم والخرفان والدجاج والسواليف هذه كلها. فان شاء الله ان حدينا من هذه المشكلة. كم وصلنا في الملابس؟ 522. والله مثل ما قلت لكم كل شيء تقريبا 100 100، بس هذا دليل الفيول، دليل ان فيه مشكلة موضوع الايرون. يعني هذا الفيول المفروض ما يرتفع 2010، المفروض على طول يدخل هو والايرون اور اللي هو الايرون الخام مع النيران هذه يتحولون الى الايرون. فالمشكلة وين؟ اي المشكلة ان بنينا الفيول ريفاينري اللي هو ياخذ الفايرود ويحرقه، لكن بالمقابل المصنع الاخير اللي ينتج الايرون يجيه هذا الفيول بس ما يجيه الايرون اور. خلينا نشوف عندنا 1045 يا الظالم، 1045 وينها؟ غير كذا لا تنسون انه داخل في حسبة التولز الايرون ينقص تقريبا، انه ثابت يعني انتاجنا نفس هذا، لكن احنا نبى نزيد، انا بنوصل للالاف. والتولز هذا ناشب لنا او الحداد جالس يصنع لنا العده اللي يكسرون فيها. اهم شيء صراحه عندي التولز يوصل 1000، ما ودنا باي نكبه تصير للتولز. اذا صارت اي نكبه للتولز يعني هذه المصانع كلها كذا بالله وشرب مويتها، بيصير عجز في انجاز كل شيء. فعشان كذا اولى المصانع اللي هو البريك، ما شاء الله انا بديت اشغله. البركة أذكركم أن بمد فيه الطرق كلها باسكو أو طابوق، فبيصير العمالة يروحون المزارع أسرع، يروحون لأي مكان كذا سريع سريع وبيضاعف إنتاجهم. الملابس مستثمرين فيها، الطرق مستثمرين فيه. غير كذا الطابوق راح نحتاجه في مصانع كثير. والشي خلنا نشوف عدد البيوت، عدد العوائل، عدد السكان 185، عدد العوائل 61، وعدد البيوت 74. يعني البيوت أكثر من العوائل ب14. هذه فرصتي والله اني اعدل هذا المكان واهدم البيوت وما يصير فيه خلل. ابهدم البيوت هذه، اقول لهم توكلوا على الله في بيوت كافيه في الاماكن الثانيه قريبه من المصانع وقريبه من كل شيء. يعني ايش الوظائف اللي بقيت لكم هنا؟ هنا في واحد شغال وهنا في واحد شغال، والجماعه هذا لعازلهم بيوتهم. المرفأ هذا طفيته، تعال صح التاجر هذا وش جاب لي؟ حلو، احلى شيب يا حبيبي، احلى شيب. اقل شيء اعطني 2 ب 1200. اذا سعفنا الوقت ودي اصرف هذا اللي هم التريد شيب، لان هذا كثرتهم كلها ما تفيدني الا في التجاره. فكان من المفترض اني بعد ما ابني هذا المرفأ اني اجي عند التريد شيب مثلا واقول له 100، اعطيه رقم خرافي تريد كاو مع انه ما عندي بس خذ 100. يعني اي واحد من الحيوانات هذه يتكاثر يجيبونه للمرفأ. شيء يغبن في اللعبه انهم جابرينك كلاعب ان التريد هذا خلاص يبقى تريد، وبالغلط تشتري. خلنا نتأكد يا ولد الاغلاط، الغلطة هذه تريد شي. اقول لكم الفلافل منه بلاوي يا الرب، ببيع تريد شيب بالتريد شيب. واقول لكم الغلطة، كنت بقول الغلطة انك تشتري تريد شيب وتحسبه شيب، شيب اللي ينأكل اللي يطلع منه صوف.
ايش ابغى بتريد انا؟ ايش ابغى بتريد شيب؟ تستهبل انت؟ عندي مليون مصدر اتاجر فيه، جيب لي حيوانات ما اقدر استخدمها الا في التجارة. يا اخي حط لنا خيار هنا، تبى تتاجر فيه؟ تبى يوم يزيد العدد فوق الليمت فوق العشرة تبغاهم ياكلونه؟ ولا تبغى تتاجر فيه؟ حط الخيار هنا، بس تحط لي اثنين نوعين من الشيب والفرق بينهم كلمة، تريد شيب وشيب الحالة، هذا ينأكل وهذا ينباع. ما قد شيء نرفزني في هذه اللعبة، لا هذا الشيء والله العظيم. ريلاكس حبيبي. يا أخي والله مش مصدق إني بغلط الغلطة كنت مرة ثانية. خلنا نقدم الوقت يا رجال، ضرب 5 وإن شاء الله الأمور طيبة. 16,000 الأكل، خلها ضرب 10. أوكي بنمد الشارع إلى هنا، هذا بيكون الشارع الرئيسي في هذه المنطقة، ماشي لين فوق بيكون شكله رهيب. هذه المنطقة ممكن أخليها ما أحط فيها فارم مثلا، أخلي فيها بيوت، بس عيب البيوت برضه بيكون قريب هذا المزارع. بس الحلو في هذا المزارع أنها تنتج السماد. تعال هذا الأحصنة خلنا نقسمها، نوظف واحد هنا، نجيب الأحصنة كم وصلنا هنا؟ 15 من 15. نسوي لهم سبلت يقسمهم بين مزرعتين بحيث أنه إنتاج السماد بيكون متضاعف عندي، فبالتالي بيكون الإنتاج هنا متضاعف برضه. خلنا نشوف الموسم كم يجيب. ووتر ميلون البطيخ قرابة 1000، وهذا الكورن قرابة 700. والله شيء رهيب. تعال صح، أنا في شغلة طريتها في الحلقة الماضية، هذا الفلاكس 529 قلت لكم فيه مصنع يدخل فيه الفلاكس علامة زي الشبك كذا فيه، اللي هو هذا لينير ويفر، بتحصل جميع أنواع الخياطة هنا، اللومينج الهامبل مدريش. أوكي يجي هنا، بس هذا هو المصنع اللي يستهلك الفلاكس، فبتتخلصون من الفلاكس وتنتجون فيه ملابس، فبيضاعف عندي موضوع الملابس. هذا موضوع. الموضوع الثاني اللي هو قلنا المدرسة، راح أبني لهم الكوليج، هذا جامعة ما أدري كم تأخذ، بس شكلها رهيب عشان الساعة هذا اللي فيها. صراحة ما ودي استهلك هذا المكان. إيش رأيك المدرسة يكون مكانها هنا؟ هذا زي مباني الخدمات، هذه مفروض أني ما ألغيها صراحة بما أني بنيتها. نخلي الخمسة شغالين لأني صراحة كثير مرة حطيت الماي. خلينا نشوف كم وصل. وتر وتر وتر، وين الدبليو؟ اخر شيء المفروض نحصل هذا الوتر 1100. اتوقع الخمسه هذا كافيين، وينهم هذا الخمسه بصف واحد يكون كافي وزياده، لكن لسه هذا ما بنيناهم بسبب انه مصانع الزجاج. شوف كيف هذا جميل تبع الزجاج، فرق بين حق الستون هذا تحسه كذا ما ادري كيف، لكن انتاجه رهيب. فاقل شيء في الواجهه نحط هذا الرهيبين. بالنسبه لهذا يجيبون لك شغله واحده بس اللي هي سيدلينج، وما تقدر تغيرها. وين تستخدم سيدلينج؟ في شغلات ديكور ما ديكور، ديكور ما ديكور هذه، بس عاجبني شكل المبنى صراحه، شكل المبنى عاجبني. قبل كل شيء يا شباب، قبل لا نطول، قبل لا نسوي اي شيء، كميه الاكل هذه اللي تزيد بشكل مهول، واصل 16,000 الحين، لابد انك تنتبه ان الاستورج يكون كافي، يعني الاسترجات هذه قربت تكون فل. انتبهت لهذا اللي عند الهنتر، في استورج صغير بس كان محطوط جنبهم اللي هو هذا، قرب يكون فل. فاذا ما حطيت استورج كفايه المحاصيل هذه كلها راح يتركونها تخرب اذا ما في استورج في المدينه، فانتبه على هذا الشيء. ممكن نحط اثنين هنا على نفس الشكل اللي قدام. هذا التاجر ما زال يجينا والمحل مقفل، فهم ما يهمهم المحل مقفل، بس اهم شيء ان المبنى موجود. تبغى تشتري ذيك الساعه جيب التاجر. طيب وش جبت لنا؟ ماجيكال تول، ادوات سحريه. تخيلت انا والله، تخيلت وشلون بيكون ماجيكال، العصا السحريه هذيك، العصا حقت العجوز اللي تطير. ايش هذا؟ لاما، يو اقسم بالله عرف هذا بعصبيتي قبل شوي على الصوف، اللهم لك الحمد. كنت بشتري خرفان عشان الصوف، جوني اللاما، اللاما برضو يعطون الصوف. خب نشتري 5 ب3000. حلو، يا هلا باللاما، يا هلا والله باللاما، هلا والله بالصوف، هلا والله بالصناعات. طبعا الخياطين كذا بيفلون هذا الحين. الدنس تري، الله يعطيك العافية ما قصرت، والله ما قصرت يا وحش، بس لازم نزيل الشجيرات الجميلة هذه اللي حطيتنا إياها. مكانك مش هنا، مش في هذه الجزيرة أبدا. حلوين، خلص الكولج يا شباب في هذا المكان. طبعا من كثر ما لعبت أنا خلص الشاحن حق الوايرلس، وهذه عيوب الوايرلس، لكن الساعة ما تتحرك. في تفاصيل صغيرة صراحة تتمنى أنها يعني فيها أنيميشن. إيش رأيكم بعد الحلاقة هالمنطقة؟
بديت انظفها عشان اني ارتبها. مجرد ما شليت المزرعتين هذه والله اختلف المكان. فيه ستورج بارن كان موجود في هذه المنطقة، ما اخذ الدبل رود. طبعا جاني شعور الكمالية، لازم يضبط، ما ينفع كذا يجيك منكوس هنا وبعدين دبل رود مرة ثانية هنا، ما ينفع. وهنا عندي واحد ايرون اور، وهنا طبعا الماركت، لكن الماركت واقف، بخليه بس كذا واقف عشان اعرف اصمم البيوت في هذه الدائرة او اعرف حدودي. حاليا بنسى هذا كله، يعني من الشارع هذا ويمين بنساه عشان اعرف اركز اخطط في هالمنطقة. المصانع طلبتوني اركز في امور العسل، فالعسل امور كثير، مصانع هنا حاطها كذا عشان ما انساها، كلها باذن الله انها تكون في هذه المنطقة. هنا في خياط بنيته، ليه الخياط هنا؟ لان فيه اثنين بتكون مزرعتين من، طبعا الحين هم 5 من 21 اللي هم اللاما، فتكاثر اللاما بيكون هنا، الوول كله او الصوف كله بيكون في هذه المنطقة، فافضل اني اقربها قدر الامكان عشان انه يضبط لنا الجاكيتات والسواليف الحلوة. حبيبنا التاجر هذا جاب لي اغراض ما منها فايدة، ولكن جاب 12 بطة معاهم. في هذه الحالة بنشغل ونطلب شوية منتجات. اخيرا تعلم الوحش وجاب لي الشيب، لكن هالمرة بدون تريد، جاب لي تريد وشيب لحالها، يعني يقول لي لا تعصب علي تك، ترى ببكي المرة الجاي، عطني اثنين وانا بعطيك تريد شيب. اثنين مفروض كذا متساويين يا اخي، وش الغشان؟ 5 خذ لك 50 زيادة يلا عشان غشيناك. جايب لي بايسون وش منه فايدة؟ خذ ناخذه دام الوضع تجارب. اعطيكم ابديت يا شباب، السولت بوكس هذا النوع من البيوت بنيت منه 8 صفتين وسكرت عليهم، بحيث المصانع اللي ببتدي فيها تكون بيوتهم هنا. غير كذا الايرون والستون اللي رويتكم اياه في هذا المكان، بس هذا الماركت ما في شيء ثاني. البيوت الستون باذن الله راح تعجبكم. بيوت شو اسمه هذا من الازرق، السولت بوكس هاوس، يحتاجون 20 لمبر، لكن كذا اشكالهم عجيبه ولهم الوان، تعرفون احب اجيب العيد بالالوان. حطيت الماركت طبعا جنبهم بس ما وظفت احد فيه، ولا خلوكم الماركت بس نحل مشكلته ان شاء الله. بس في شغله ثانيه، هذا هو الكارت ماتيريال، والله ما يبين. تشوفون العربة هذه، هذا اللي كنت أكلمكم عليها، هذه الساعة اللي وراها حصلتها، تيجي تدخل ستورج بعدين تحصل العربات هذه وود ماركت، نفس الغرض مع هذه، بس صراحة أنا دخلت قائمة ثانية. دقيقة يا أخي، كان دخلت المود حق ريد كتشب، أيوه صح، دورت هنا. تدخل ستورج تحصل العربات كلها، هذه العربات كلها نفس اللي ربطكم اياه قبل شوي. هذا الوود، هذا تحصل الستون، هذا زي الماركت بس ما يجيب اكل، لا يجيب الشغلات اللي يحتاجها المصنع هذا. فبدل راعي المصنع يروح يجيب الفايرود مثلا، يجيب لهذا، انا اروح اجيب له الفيول. دقيقة، هذا ايرون اور، يريد ايرون اور وفيورنس فيول. فيورنس فيول جنبه، بس بحط ستوك بايل في هالمنطقة. هذا حق الفيورنس فيول مخصوص، يف مكتوب اندستريال فيول ستوك بايل، هذا بيرصه هنا ولهذا. والعربة هذه توفر له الايرون المفروض، لان الايرون اور يتجمع من مصادر بعيدة او اماكن بعيدة. هنا الشور هاوسز رصيتهم، البريك بيشتغل هنا، هذا واحد وهذا الثاني. ما اعرف هل الواحد يطلب بس واحد معه ولا اثنين، المشكلة هذه المعلومات ما حصلتها في موقع اللعبة. يعني مثلا انو اذكر ذيك الايام كنت ادخل يقول لك هذا المصنع يطلب اثنين من هذا، عرف، عشان يشتغل بكفاءة، لو تذكرون كنت ارويكم. طبعا بما ان جبنا الايرون هنا، راح لازم يكون حداد في هذه المنطقة، لان الحداد مرة بعيد، وشغلة مهمة جدا جدا لا انسى اطريلكم اياها، اللي هو الحداد لا تنسى تطوره، بيتطلب منك واحد بيلدينج، ايش اسمه، سبلاي. بس انا للحين ما جبت البيلدينج سبلاي، هذا راح يفتح لنا امور كثير. خلينا نجرب، اتوقع اني اشترت واحد، تاجرت بواحد 40 لارج سميثي كنتري سميثي اوفر ذا سيم اوبشن. اوكي الحمد لله انه كتب لي ان الاثنين يوفرون نفس الخيارات لاني احترت، بس الظاهر ان الشكل، لا والله هذا الشكل اجمل. البرك 140، عيب عليك 140 ولا تخبرني. اوه ديمستك انا من اللي عندي 6، ممتاز. مهم هذا، مهم كثير، في مباني ما تقدر تبنيها الا به.
هذا جاء علامة استفهام، ما نبي أي صناعات آيرون هنا، في مشروع ثاني لكم. حتى المقبرة هذه بنشلها، المقبرة هذه تعبت صح، على طاري المقبرة حطيت واحدة ثانية هنا على أساس أنها زراعة. لا وين هذه؟ والله العظيم حتى أني ضيعتها، ممكن نسوي لها إزالة، بس أنا جالس أنظف حبة حبة المكان هذا. فكوهم كذا، فكوهم في البحر. تريد شيب، والله يلا للتجارة، بس صغير مكانهم، أنا جالس أنظف هذا أول شيء مفروض أني أزيله. خلنا نصرفهم هنا مؤقتا، حتى الفورستر بيصيح علي. الكولج ما شاء الله يشل تقريبا 100، ممتاز جدا، بس أن مساحته جدا كبيرة. شوفوا هذا اللي خبرتكم عليه اللينن، شوفوا كيف مرة صغير، بس استخراجه بالفلاكس. ايش يعطينا؟ يعطينا لينن كلودز قرابة 100 في الموسم الواحد، فوصلنا في الملابس 820. الأحصنة ما تعطيهم السماد كافي، ما عندهم السماد كافي لأنهم جالسين يتكاثرون. أنا جالس كل شوي أوزع 1 2 3 4 4. هذا أوكي بدأ يعطي السماد، هذا باقي 5، هذا باقي 1، وهذا بدأ يعطي. عشان كذا ضروري يتكاثر، عشان أكثر من هذا لابد يتكاثر هذا. وبعدين أصلا المزارع هذه جوني اللاما، اللاما المزعجين، أصواتهم مزعجة هنا. ايوه حضرنا الولاده يا شباب، وربي حضرنا الولاده. جالس اناظر هنا على اساس بشوف وش اسمه. هل لازم انام يا شباب؟ والله العظيم كل ما جاء مولود يقول لك وش اسمه هنا. لا حالة لا، بس وربي انه نمله ما ينشاف. المصيبه في واحد مركز على الدجاج، خاف انه نطلس. المهم اذا شفتوني كاتب لكم باركودي شاشه جديده اعرفوا ايش السالفه. خلاص عرفنا صرت قوي، بس اجلس هنا اجلس. هلا 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 هلا، وربي اللون هذا يذكرني بمحاكي المحطة، كنت صابغ هذا اللون محطتي، واحمر وابيض. الابيض رهيب صراحة، بس صراحة عنقشة كذا نظام كل واحد لون. انا قلت بتطلع كذا شعبية حلوة، يبالي اوحد الالوان، وبعدين مثلا الاحمر هنا وجنبها ابيض وجنبها كذا كذا، اتوقع الفكره بتكون اجمل. وش رايكم؟ بنيت لهم بيوت خشبيه، عفوا خيم، يسلكون امورهم فيها على بال ما اخلص مشروع البيوت حقي، مشروع البناء. اقول لكم انا يوم تصطمخ معي تصطمخ يا ابن الحلال. الالوان ما في، هذه الانواع المتوفره عندي، ما ادري اذا في اكثر ولا لا، بس حاليا هذا اللي ظاهره صراحه. ما ادري هذا، لا ممكن هذا، يعني شوف منظر المدينة كيف بيكون يعتمد على هذا. وأنا الشوارع هذه والله عجبتني صراحة، والله هذا ما هو بطال، من بعيد بيكون حلو. هذا الطوب اللي مرة صغير، وهذا المعتاد. أنا بالبايسن، والله نطاح. أوه تغيرت ملابسهم والله، هي لي ولا تغيرت يا شباب؟ إيش اللبس؟ clothing fair. إيش الخبصة اللي صايرة هنا يا حبيبي؟ في شوارع احترم خصوصية ال هلا بالله الصغير. وانا اخوك، انا اخو اهبل زيه كذا. الشوارع قد لا ينط من فوق الاسوار. شوف نهايتكم، حرام انتظر لين التسعة، 2 والثالث طيروا راسه اول ما تكاثروا. خلنا علقه اشوف بعدين وش اعطانا. غزلان قلة حياة وربي. اما الولد طيارة كذا، والله ان الولد طيارة يا شباب، يعني كيف سرعته اكثر من الباقيين؟ is playing. شوف يلعب مع من، والله لا ينطحك تطير راسك. دقيقة زارف شي انت؟ عارف حركات المزارين. انا راح المقبرة، حزني. ايوه هذا الشكل المطلوب، وربي هذا الشغل النظيف. كملوا مجمع سكني. مجمع سكني عبارة عن ملح، سولت بوكس. ما ادري ايش دخل سولت بوكس عندهم بامريكا كذا، علبة الملح. ما تسنيش المخرج عاوز كذا، ويقول لك ادفى من الخشبي، مكتوب في وصفه. مور كومفورتبل يعني مريح اكثر، والدفء فيه اكثر من الوود، وتشيبر ذان ستون يعني يقول لك ارخص من ستون، يعني كانه في الوسط بين الاثنين، واجمل من الاثنين والله. خلاص بعتمد هذه جزيرة الملح،
الملح عبارة عن ألوان. أنا بس خايف، أيوة خايف من هذا الشيء. أنا 25 قرب إني أتفلسف وأكثر بيوت، 85 هاي. أنا يوم أخفف من الشغلات هذه بعرف راسي من رجولي، بعرف كل بيت وين يشتغلون. أوه معليش، في بيتين هنا بنيتهم ورويتكم إياهم. إيش الخبصة هذه؟ والله ما كانت خطة كذا. لا تعكرون جوي. سمعون صوتهم؟ والله انهم مزعجين اللامات. صدقني لو عندك لامة وتلعب اللعبة والله لا تنزعج من هذا الصوت، والله لانك بتجلس تسمع كل يعني بشكل خير ان شاء الله. ليه طيب؟ ترى عربانة فيها تاير، المشكلة متعلمة. والله كذا غلط. يا رب انا ازرع حشيش هنا ولا ايش؟ شو اسمه الحلوين هذول الكلي اللي يطلعونه مع الفيورنس فيول، فلازم نحط لهم استرج خاص بالكلي حقهم، اسمه رو ماتيريالز ستوك بايل. قريب من هذا وقريب من هذا. اوه في جبل هنا، مكانك جدا غلط. وين السهم حقي؟ لو تسمح بس ناخذ شو اسمه هذا. ايوه اوف، يسوي دج. عز الله متنا يا شباب، عز الله متنا. ما في الا الفاس، هذا نفاس. الله يرحم ايام ستراند الديب يا الربع. انا اشهد انه هو. الحين شغلت اثنين والكلي عندي في المدينه صفر، فبيبين عندي بالضبط هل الاثنين كافين هذا ولا لا، لان ما في اي استخدام ثاني. المفروض ان يحطونه قدامي هنا. بالنسبه للفراغ اللي هنا ممكن تدخل تحط لك مباني السعادة، هذا حق الاستكنان. كريت بوكس يا اخي، تشل المكان كامل يا تشل. يا الهي خلاص ما نبغاك تشل المكان. هذه اذا بتلفلف اوكي، اما بتجلس كذا ما يجي. اوه ابو ذكري هذا ممتاز. اوه فت ممتاز جنب هذا. اوكي ما في كلمة تريد، هذه تريد تحب على ابوها لونج هورن كاوز. حلو، هذا اللي ينتظره الحليب. يا اطفال اشربوا الحليب بالصحة والقوة، اسألوا الطبيب. والله يا البرود هذا لفادونا. تعال تريد شيبز ايش يسوي؟ عطنا اثنين اخليهم يتكاثرون. مشكلة والله مالكم مكان. والله كمل الشطحة لنهاية الجزيرة، والله شكلها كذا. اهم شيء ما نخرب على صاحبنا الفورستر. مدري القذر كم انتجوا هذولا؟ 4. عنده ضغط في الكلير، فمن بالك يوم يشتغل الثاني. اوه بسبب انه اوكي ام سوري. وصلوا لاخوه اول شيء. شوفوا في اختبار هنا جالس اسويه، خليت فورستر يمسح الاشجار حوالين الهنتر والقذر. القذر نقص بس الهنتر ما نقص، لان الظاهر الحيوانات ما زالت تجي. يا شباب شفتوا شيء جبل هنا ولا شيء؟ يا اخي دور له ما لقيته يا اخي. تخيل اجي جزيره ومخطط وجبل صغير زي هذا يخرب علي. يا سلام على بيض. انا ما ادري ليش حاشركم، انا اسف. يا رب الماركت هذا ابو 10 يا شباب، المود اللي ما ادري كيف داخل فيه اخر بيت. شوف هذا البيت داخله وهذا البيت داخله. شوف خلنا اثبت لكم انها موزونة صح. شوف هذا الخط. اي نعم مهندس حبيبي. والله يا انه يقوم بالواجب، وبيقوم بالواجب عند شعبية ثانية هنا. ابو ذكري هذا مدري ايش اسمه خلص، عندها الهيلينج اثنين باستخدام الجنجر، عندك نوع واحد. اوه الفلور يدخل هنا. الله يهديك، وينك من زمان. فلور وهاني حلو، هذا الاثنين عندنا. باقي الكلوث، ابشر بس خلنا شويه يعني. ها يعني شويه، ها تنتظر علينا شويه بس. اوكي باقي الا الغزلان، والله باقي غزلان. اشتر غزال يا غزال اشتر. ايه يزعجنا هذا، لو ايش عندك الثاني. يا الهي فاير بندل ماجيك تول مره ثانيه، برونز تول الواحد وثمانية. خلك من البرونز، الماجيكال اعطني حبتين من الماجيكال هذا، ودي اشوف الماجيكال، ودي اشوف النصب والاحتيال عيني عينك. هذا لو ايش انتجوا لنا هالموسم. بي واكس راح احط مصنع بعد شوي. رويال جيلي ممتاز برضه، له مصنع كان له شيء والله. الرويال جيلي لا للصحة استغفر الله، ما يدخل في مصنع. ممكن والله يدخل في مصنع، كل شيء يدخل في مصنع يا رجال في اللعبة. اوه طلع لي البايسون ميت لحم ثاني وليذر. يا سلام.
وفرتلايزر. يا سلام سلم. مع المفروض جميع الحيوانات تطلع الفرتلايزر هذا. اخيرا انتاج الوول عندنا الخرفان وصلوا الليمت. لسه ما وصلوا الليمت، يمكن يوم يحرق لهم. اوكي صح. فيه مصنع راح احطه ان شاء الله في بداية الحلقة الجاية. نفس الشيء، مصانع يستخرجون الصوف يدخلونها في مصنعات ثانية. اي والله يعطيني فرتلايزر، يعني الحيوانات كلها تقريبا، حتى المزعجين هذا اللاما يعطوني. جميل جدا. الدجاج لا، دجاج بيض فرتلايزر بقى. يا اخي والله العظيم شيء جميل. دام كذا مش فارقة معي احط اي شيء. بس اوه اللونكاو الكاو هذا والدير، ما شاء الله جبت جميع اصناف الحيوانات. تعال صح، ذكرت مركز المدينة تريد ايتم، فتحنا كل شيء. والله لسه في شغلات كثير التاجر فيها. هذا يبقى التاجر من كل شيء حبه الظاهر، لا يكون عليه تروفي ولا شيء في ستيم اكيد. ونشغل المصنع الثاني. دقيقة قبل نشغل المصنع الثاني، ما زال عندنا نقص في الكلي. وحبيب القلب هذا نشغله. انت نقول لك كلي كلي. اوه هذا كان يجيب لا كذا الحكم ظالم، بس ان شاء الله اثنين يكونون كافيين. 13 كلي، لا والله ما بيكفيه. خلنا نسوي له الكلي بت، وش رايكم؟ الكلي بت هذا برج ساند بت. لا هذا الكلي بت ب 12. سيريسلي 12 خشبه؟ وين راسك من رجولك انت بها؟ وين تبنت؟ هذا يبقى جبل يمكن. راح علينا الجبل. اي والله كان يبقى جبل وكان بيضبط مع هذا. قهر قهر يا اخي، ليش حظي كذا انا؟ ما في جبل ثاني يا شباب؟ كان في جبل هنا. والله لا اضبط لك الجبل، اصبر. شوف الجبل الصغير هذا، والله لا تستغله. لا هو ما يبغى جبل يا اخي، لا تعصب بسرعه يرحم والديك. اوكي يبغى نصه في البحر كذا. منطير هذا، لا تبكي انت، اصبر شوي. البريكس الايرون، يا سلام يا الايرون، وصلنا 500. سلام على الشغل النظيف. والساند، الساند اللي كنت حاطه بالغلط لكن راح يفيدنا في الزجاج. ليه عندي مصنعين زجاج؟ هذا يطلب 20 لمبر. مصانع الزجاج راح اوكي. عطنا الكليبت، لا تستهبل قبل شوي كنت راضي. هذا الماجيكال تول اللي مفروض ينباع ب 200 مدري بكم كان يبيعه. هذا بالجلاس، الجلاس عنده خيارات كثير. 4 فيورنس فيول، 23 ساند، كلهم 23 ساند. بس تبغى 3 كول فيورنس فيول ولا كول؟ ايش اللي يزيد عندي؟ والله فيورنس فيول، فيورنس فيول. يا طيب ابوي يقول لك فيورنس فيول. 30 عامل 16 مهندس. يا اخي ايش اسوي والله؟ نرجع لمدينتنا الفاضية. والله اني عانيت مع الكليبت هذا لما حطيته، اخرتها يكون انتاجه سيء ابو 10 خشبات. هذا يا ويله. شوف هذا العربه وش جابت، جايبت لهم ايرون اور 687. خله سهلت على هذا الوظيفه، تاخذ ايرون اور. وهذا المصنع جنب الفيورنس فيول، والله شغل نظيف يا شباب. انتاجه كم هذا؟ انتاجه 200 ايرون في موسم واحد، وحبتين ستون فوقها بعد. والله عسل. على طاري العسل صح، منظر يخوف، مخازني كلها مية مية مية. يا ساتر، المشكلة ما تعطيك تنبيه انه مية. هذا كم واحد يجيب؟ جراند مانور، ما ادري احد يسكن فيه هذا ولا بس قلت حياة كذا. حلو هذا البيوت، very blue house، ابي هافن. هذا ينفع بيت الهنتر، هذا مزبن بيته فوق. فوق الشجار. ولا قوم القذر هذلاك فور بيرسن، والله لاحط لهم اياه. يلا تسلقوا. هذا اللي بالهم ماركت مساكين، والله نسيتهم معليش. اوه صاحبنا هذا ابو حبه. ستورج، وات ذا هيد ستورج. فروت فيجيتبل جرين بروتين، بما ان الستورج عندنا فل. اوه من ضمن البيوت يكون، والله العظيم حركه حلوه صراحه. ستورج مزبل، انتاج العسل بيكون شيء ما بعده شيء. ويدخل البي واكس هنا ويعطينا احلى كاندل. الحين بلعب لعبتي بالبريكس، والحين نعطيها المقارنة. بس نمش الوقت ضرب واحد. والله فرق، شوف كيف تبطي كأنها تعبت. فأتخيل الفرق هذا في أدائها في شغلها. دواير لسه
مزعجة، لكن لو تذكرون فيها ستورج لازم نحطه في هذا المكان، لأن مثلا الحين يوم بيطلع لي الواكس ما واكس والعسل وين بيروح هذا؟ والله شكله رهيب. أو عندنا مثلا هذا، كلهم فنانين والله ما أعرف. هذا برمي هنا، ثاني بصرفه، أول شيء بصرف الكنيسة هذا اللي عندنا. أصبر أصبر هني معاك فلور، معاك الكلود، أصبر عليه ثواني. الله 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 الشغل، الله الله شوف الستورج كيف ينبني. شت 600 البناء حقه 610 لسه في مشاوير هنا. تاج كميس بيوت كبيرة هنا. هذا التنري يا شباب جنب الخياط اللي طلع لنا الكيورد ليفل أو الجلد المعالج اللي راح نستخدمه برضه في الملابس. بيحتاج ماي، دام بيحتاج ماي خلنا نقربه. تقريبا الخياط الخياط أنا بنيته في هالمكان، خلنا بنحطه جنبه. كذا كذا شغلهم متقارب. وهنا حطيت الحداد جنب صانع الايرون، واول ما يخلص راح اسوي له تطوير وراح يعطينا ادوات جديده ما كانت موجوده في المنيو. يا سلام سلم العربان اللي قلت مكانها. المفروض ان هذا هو نفسه يشتغل هنا. الكلي راح يدخل في شغلات كثير. كويس اني بنيت هذا. وهنا في اثنين برضه شغالين على الكلي، وهنا في اثنين، والفايض بس 8. غريب البريك كثير، راح اطور فيه الشوارع. جالس اشوف الالوان هنا، اختبرها في مساحات كبيره شوي. مثلا البيوت راح اخصص له نوع ثاني او لون ثاني. شوف كميه البشره يا رجل، اقسم بالله شيء مش طبيعي. دخلنا على 275، قربنا 300 عامل. تجاوزت اكثر من نص الهدف، جيت في الوقت المثالي. حطيت لهم الستورج الصغير هذا، حطوا شوية بي واكس وكاندلز ورويال جيلي. وهنا مشروع البيوت الحمر شبه خالص، والله صراحة جميلة جميلة جميلة. وتقريبا انه بيوسعني اني احط الاربع الوان، وهذا بيكون في السنتر زي كذا. وازعاج المصانع كلها مسافة بسيطة من البيوت. هذه التجارب كلها كانت هنا الخبصة. اعطوني رايكم المنطقة هذه وش اخصصها فيه. طبعا هنا بسوي تريدنج بوست عشان الصناعات تطلع، لازم تكون قريبة منه. وهذا البلاك سميث قرب يخلص، على طول بعطيه تطوير. هذا الستورج اول 6 بريك تدخل فيه 0%، ما زال ستورج جدا جدا كبير. هذا راح الغيه. النحل حاله هذا او حق العسل 1 2 3 4 5 6 في 2 12، ف تقريبا أقل شيء 6 بيوت يعني يحتاجون النحل حالهم. وات؟ معليش على الفهاوة. نحفظ الكاميرا 3 على هذا، يصير زد على مركز المدينة، وهذا بعدين هنا، بعدين هذا. يا سلام. هذا الكاوز ملك، الملك يباله مصانع، مصانع لجبان ومصانع مدري ايش، السواليف الطيبة هذه. المصانع هذه اللي جاية من الحيوانات مفروض اني افرزها في هذا المكان. حلو، هذا البلاك سميث خلص، هنسوي له ابجريد وش نوظف فيه واحد. تعال ما طورت هذا؟ غريبة. ليه مستعمل الاختصارات؟ هذا شكله افضل. نشوف وش الخيارات اللي يعطينا اياها. دقيقة، 3 6 11. وهذا التنري خلص اللي جنب الخياط، نوظف فيه واحد. كيورد ليذل يحتاج ليذل ويحتاج ماي ويحتاج 3 سولت اللي هو الملح. الملح موجود عندنا، هنشوف. خلي ما ابني مركز مدينة وخلاص، ماردي كلها متوفرة. نفرز بالاسم، ما شاء الله تبارك الله، حرف الاس. سولت عندي 15 بس. في هذاك ايش اسمه اللي حطيناه للسولت، سولت ماين، ستون سولت ماين اللي بنيته بالغلط. حطنا سولت ونوظف فيه 2، مع انه بعيد يا اخي. ليه ما نحط لنا واحد هنا ونهدم هذا؟ ممكن لو احتاجنا ستون بعدين. الكول خلص،
وطفى من نفسه. فخلنا نبني واحد كول ثاني كويس اني شيكت. طبعا لو هدمته بتكون في حفرة، وتعرفون ايش نسوي مع الحفرة، احلى تولز هذا. بس على كل حال ايرون اور حاليا ما نحتاجه، ما راح ابني. بس ببني سولت ماين المزعج هذا في هذا المكان، دائرته مرة مزعجة. ونيجي للهوم وير سبلايز اللي نحتاجه في كثير من الامور. راح نرصه هنا واحد، وبعده البيلدينج سبلاي. ما شاء الله المصانع هذه تتيح لك تطوير امور كثير، يعني حتى البيوت العادية لو تذكرون يوم نمسكها نطورها للستون او نطورها للكنتري هاوس، يطلب مني واحد من هذا واحد من هذا. واو، صارت عدد العوائل عندنا 107 والبيوت 88. شوفوا البيت كيف صار يا شباب، هذا ابو ثلاث طوابق. شوف كيف جميل، ثلاث طوابق فوق بعض او ثلاث منازل فوق بعض. هذا الشكل الصحيح للبناء، انك تبني الاول تخلي مساحة على يمينه وعلى يساره، وبعدها تجيب الثاني تاخذ المساحة اليمين، الثالث تاخذ المساحة اليسار، وكذا تضبط معك ثلاث عوائل مختلفة. وشكله جدا جميل ومناسب جنب الفورست. Dead old age. اوكي. يا الهي الخشب. Firewood 2000 كويس، هذا استقبال الاحتياط. الحين بنقدر نستخدم الول. الخياط هذا راح اطفيه او راح الغيه قبل الغيه ننقص. خلاص ابو الريدز هذا ما نبغى بعد. بعدين نفضي الاماكن هذه، المقبرة هذه ممكن اطيرها ابو 12 شخص. بدأ المكان ينظف، بدأت الامور تبين بوضوح. والله اني سعيد جدا بالتخطيط هذا. انتوا اعطوني رايكم طبعا في الكومنت. البيوت الزرقاء لسه ما انبنت. البيت الابيض هذا رتبته زحتهم كلهم يمين شوي عشان يكون فيه دبل رود هنا مضبوط. الهوم ميد سبلاي خلص والبيلدينج سبلاي خلص. يحتاج 12 بريك عندي كفايه، وواحد جويست و20 لوج. الجويست هذا اللهم صل على محمد، ايش المصنع اللي يجيبه؟ والله نسيته، مش مشكله بحصله. ولا ممكن استخدم 30 بريك و18 لمبر. خلينا بنبدا نشتغل باللمبر، وبحط له ليمت 1200 مثلا عشان في شيء يحشره ما يخلص علينا الايرون، لان المباني ما تطلب يعني كميه كبيره منه. اما الهوم ميد هذا اللي جنبه اربع فرنتشر، يريد جبالي الفرنتشر. الفرنتشر يجيبه الجونيور، بس مع ايش نحطه؟ مع بوتري. اوكي كويس، بوتري او مع الجلاس، اربع بوتري او مع 17 جلاس. وين مبنى البوتري اللي انا حطيته؟ هذا البلاك سميث المطور، يا سلام. بس حلو والله، جميل الكتابة عليه. خلنا نشوف هذا كنتري سميثي، ايش الشغلات الجديدة اللي جاب لي اياها؟ ايش الكذب هذا؟ ما جاب لي شغلات جديدة، بس ممكن تغيرت ايش فائدة التطوير بمجرد شكل او انه اسرع. قصوا علينا يا شباب. نزل تولز الى 600، يلا رجعنا اياه لألف. طيب ايش ممكن ادوات القوية نستخدم الكول معاه؟ ايش التول الغريب هذا؟ هل بيقدرون يستخدمونه كلهم؟ هنجرب، لان لو مسكنا اي واحد ممكن نشوف الايرون التول اللي معه. هل بيكتب لي مسكت؟ والله ما ادري، نثبته هنا ونشوف. الجونيور تلقاه هذا ابو طاولة، ما يضرهم الجونيور، يكون قريب من البيوت. هذا الجونيور على طول سوالي 15 ذيبان 18، بس والله ما اعرف ايش وضعه. المشكلة انك صعب تسوي تراك، وخايف اني انكب نفسي يكون بس للهنترز مثلا، ولا هذه بتكون مصيبة. فخلنا على الادوات اللي متأكدين منها من اشكالها. ممكن نوصل البرونز، احط لي واحد بعدين في الحلقة الجاية يجيب لي البرونز اور، وبعدين مصنع يحوله من الخام الى هذا. حاليا خلنا في الهاردندد، مدري الهاردند هذا تقريبا من اقواهم قبل البرونز وبعدها الكاربون. والله يمدينا على الكاربون، خلنا كاربون. اثنين ايرون شيل، ما فيش مشكلة. الكول ناقصك؟ الكول بعيد ظاهر، ممكن نسوي مصنع كول. اللي قبل شوي قلت ما اريده، برضو دائرته مزعجة. ما علي اخواننا في الله بيتحملوا الازعاج شوية. حبة حبة ببني البريك في هذه الاماكن لين ما اخلص الشارع كامل هذا. وهنا عند الصناعات خليتها بهذا اللون، يعني نفصل كل جزيرة بلون باسكم ممكن مختلف من باب التنويع. اتوقع واضح فيني السطرة،
اعذرونا على الصوت يا شباب، صوت له على مرض على شوية تعب، لكن والله اني مستمتع، لا تحسبوني متكلف على اللعبة ولا شيء، معذور من الدوام، لكن والله من معذور من تصوير حلقة، خصوصا نفس هذه السلسلة ما ودي اقطع فيها. اشكر كل من دعمني بلايك وكومنت، وشكر خاص للمنتسبين، وهذه مصانعنا العملاقة يا شباب، بنكملها ان شاء الله في الحلقة الجاية. اعذرونا على القصور. دقيقة خلونا نشوف الاحصائيات كذا وداعية، اعطوني رايكم في هذه المنطقة. المنطقة الأولى 286، قربنا على 300 عامل، بسمي هذا الحلقة 300 عامل، و 96 بيت يطالبوني تقريبا ب 10 بيوت بسيطة، بحط لهم البيوت الزرقاء هذيك هناك، وإن شاء الله إني ما طولت عليكم ولا كانت الحلقة مملة بسبب تعبي ولا، نشوفكم على خير إن شاء الله، استودعكم الله، من زمان ما ختمنا مع ثلج، يا أخي المنظر هذا بايخ. هذا المنظر الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله لا والله هذا المنظر الصحيح. تعال تعال. بس مع ثلج يا أخي، ثلج ثلج مخرب. أوه الملك حق الكاو نسيته. الأجبان والحليب مدري إيش ومشتقاته. ما عليه، الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.